السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. حاليا احنا موجودين في مدينة بدر. طبعا في تطوير بيحصل جامد اليومين دول في مدينة بدر، سواء من رصف طرق، زراعات في الطرق، تشجير، في شغل كتير جدا بتعمل اليومين دول. طبعا مدينة بدر منها أقرب المدن للعاصمة الإدارية الجديدة، ففي اهتمام كبير بها اليومين دول. فاحنا هنمشي كده ونصور ونشوف الدنيا بس بتتعدي فين. طبعا الاسعار في مدينه بدر بدات ترفع للفتره الاخيره نظرا للاقبال الكبير عليها. في مشكله كبيره جدا في مدينه بدر اللي هي موضوع التكاتك. موضوع التكاتك بيمشي او بطريقه عشوائيه في كل حته. طبعا الطريق هنا وسعوه بتاع حارة، اهو الحارة اللي احنا ماشيين فيها دي زيادة، دي وسعت الفترة الأخيرة. قدام مننا كده الجامعة الروسية، زي ما انتم شايفين كده. موضوع التكاتك ده يعني أسوأ حاجة هنا في المدينة بصراحة. في ناس محترمة وفي، بس غالبية الناس بتمشي مخالف، بتضايق الناس وهي ماشية. طبعا في كاميرات مراقبة ركبوها هنا، الكاميرات هنا ركبوها في الميادين. المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دي منطقة الجامعة الروسية، بصراحة منطقة جميلة، منطقة حيوية، فيها خدمات كتير، محلات، مطاعم، كل حاجة هنا موجودة في المنطقة دي. طبعا بالإضافة إن الجهاز خاص بمدينة بدر موجود هنا، وجنب منه البنك الأهلي. نروح هناك كده ونشوف الدنيا. احنا طبعا في ظهرنا طريق السويس. لو انت جاي من طريق السويس بتاخد الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده، تطلع الكوبري وتنزل على طول تلاقي نفسك في المكان اللي احنا ماشيين عليه ده. لو حد جاي عايز يروح الجهاز فاحنا هنوريكم ازاي تروح الجهاز من هنا. طبعا ده ميدان هنا اهو، ميدان الجامعة الروسية. كل ده الطريق ده كله لسه مرصوف ولسه بيكملوا فيه رصف قدام. هنا بيعملوا شغل هنا في الجنان اللي هنا دي. قدام مننا على طول عمارات مركز المدينة اللي هم 222 عمارة. هنا كده لو دخلت يمين هنخش على منطقة الخزان، المنطقة بتاعت الموقف اللي فيها الموقف بتاع اللي بيودي للقاهرة، بيودي للأقاليم. هنا كده هنلف ونرجع احنا تاني كده. اللي قدام مننا العمارات اللي في وشنا هناك دي عمارات ال 222. هنا طبعا برضه الطريق ده رصفوه، هنا في شغل اهو. ده المستشفى المركزي، المستشفى الجامعي. هنا كده دي الجامعة الروسية اللي على ايدينا اليمين دي، كلها دي الجامعة الروسية. طبعا برضو الطريق هنا رصفوه هنا وظبطوه، في شغل كتير بيتم هنا اهو. كل الطريق ده لسه مرصوف، في اعمال كتير بتتم حاليا في مدينة بدر، سواء رصف الطرق، اعمال لاندسكيب، تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والميادين. الجامعة الروسية جايين بقى، لو احنا عايزين نروح الجهاز وانت جاي من الطريق اللي كنا جايين منه من عند الدوار بتاع الجامعه الروسيه، بتلف وتمشي في الطريق اللي احنا جايين فيه ده. هنا الجهاز اهو قدام منك على طول جنب الجامعه الروسيه على طول مباشره. ده كده الجهاز خاص، الجهاز الجديد، جهاز خاص بمدينه بدر. لو انت جاي عايز تخلص كهرباء، ميه، اي حاجه، هنا ده الجهاز. هنا بعد منه على طول البنك الاهلي. بعد كده البنك الاهلي. المنطقه هنا منطقه كويسه بصراحه، منطقه من اجمل المناطق في مدينه بدر. ده البنك الاهلي.
هنا في مدارس برضه، المنطقة دي فيها مدارس فيها خدمات برضه. المنطقة دي هتبقى كلها منطقة خدمات. هناك كده الحي الرابع والحي الثالث في المنطقة اللي في ظهرنا اللي هناك دي، كل المنطقة الفاضية دي كلها هتبقى منطقة خدمات، منطقة جناين. طبعا في نادي بيتعمل في الخلف الناحية التانية على الطريق جنب مركز عمارة مركز المدينة ده كده، البنك الأهلي هنا، وجنب منه على طول جهاز مدينة بدر. ياريت لو حد عنده استفسار أو أي سؤال يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة المهندسين الوطنيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.